في ليبيا أكد المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد المسماري أنه سيتم تجهيز ملف لملاحقة قطر في المحكمة الجنائية الدولية بسبب دورها التخريبي في بلاده. وقال المسماري إن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد الدور القطري الإرهابي من تفجيرات واغتيالات لمدنيين وعسكريين. تجهيز ملفات باسمهم لرفع قضية في قطر بشكل مباشر باعتبار كل هذا الخراب من قطر، حتى المنازل ومراكز الشرطة التي دمرت والمستشفيات التي دمرت وكل الخراب الذي لحق الآن، كل جهة تبدأ توثق ايش عندها حتى نقدمها للجنايات الدولية ولا نقدمها للتحالف العربي الآن لضد قطر. هذه جرائم قامت بها قطر عن طريق الليبيين. نحن في دار تشريع معنوي بإذن الله بعد رمضان، مش الآن، سنعلن رسميا على استقبال ملفات الاغتيالات والعشوائي. الاغتيالات والعشوائي وتدمير المنازل والمساكن، وعندنا مقاطع فيديو في الليتي في عدة مكاتب بنغازي يقومون بتدمير منازل العسكريين، مراكز الشرطة، هم يتكلموا بروحهم هم يحكوا، هذه موجودة لدينا. كذلك عندنا أسماء أغلب اللي تم اغتيالهم حصرناهم بالكامل، لكن نحتاج إلى ملف يحوي السيرة الذاتية للشهيد، المحضر للشرطة، قصة كيف تم اغتياله، مكان عمله، تاريخ ميلاده، تاريخ استشهاده بالكامل، حتى يكون ملف جاهز للعرض أمام القانونيين بإذن الله في الجنائية الدولية.